نواصل الاستمرارية باعتبار جزء مبرهنة القيم المتوسطة. لدينا ملاحظة تؤكد على ما يلي: أن مبرهنة القيم المتوسطة تؤكد فقط على وجود حل للمعادلة f لx تساوي k. أما لتعيين حلول أو القيم المقربة لها فيتم اتباع خوارزميات أخرى مختلفة. إذن هذه هي الملاحظة الخاصة فيما يخص مبرهنة القيم المتوسطة. نشوف أيضا الدوائر المستمرة والرتيبة تماما على مجال. نقول مبرهنة تقول: إذا كانت F دالة مستمرة ورتيبة تماما، أي متزايدة تماما أو متناقصة تماما على مجال AB، على المجال المغلق AB، حيث من أجل كل ك عدد حقيقي لدينا ك محصور بين اف أ و اف ب. حسب قيم مبرهنة القيم المتوسطة تعلن على وجود على الأقل قيمة ألفا، بإضافة إلى المبرهنة أن الدالة راهي رتيبة تماما، فعن ذلك نستنتج فإنه يوجد ألفا عدد حقيقي ينتمي إلى المجال المفتوح AB، وهذا ألفا هو عدد حقيقي وحيد حيث F لألفا تساوي صفر. يعني باستعمال الجدول التغير للدالة F، حين نقول أن الدالة F مستمرة وهي متزايدة تماما فيكون شكلها على هذا الشكل: A صورته F لA و B صورته F لB وك محصور بين اف ا و اف ب. اذا كان ك محصور بين اف ا و اف ب فلك له سابقه وحيده الفا على المجال ا ب. ونفس الشيء اذا كانت الداله اف داله متناقصه تماما على المجال ا ب فيكون جدول تغيراتها على الشكل التالي: رسم غير متقطع من A F ل A إلى B F ل B وك محصور بين F A و F B وهي متناقصة، فإنه يوجد ألفا وحيد على هذا المجال. فتكون للمعادلة F ل X تساوي ك حل وحيد إذا أضفنا إلى مبرهنة القيم المتوسطة السابقة رتابة تماما للدالة F. نأخذ التمرين. F دالة معرفة على R ب f لx
تساوي x أس 3 زائد 2x مربع زائد x زائد 1. أثبت أن المعادلة f لx تساوي صفر تقبل حل وحيد تقبل حلا وحيدا على المجال ناقص 2 ناقص 1. الحل f دالة مستمرة على R بالأخص على المجال ناقص 2 ناقص 1 لأنها دالة كتيل الحدود. من أجل كل X من R لدينا مشتقة دالة F هي 3x مربع زائد 4x زائد 1. بدراسة إشارتها نجد أن بدراسة إشارتها نجد أن F دالة متزايدة على المجال ناقص 2 ناقص 1 و F لناقص 2 بتعويض X بناقص 2 و بتعويض X بناقص 1 نجد أن F لناقص 2 في F لناقص 1 سالب. إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد ألفا ينتمي إلى المجال ناقص 2 ناقص 1 حيث F لألفا يساوي صفر. وعلما أن الدالة F هي دالة مستمرة متزايدة تماما على هذا المجال فإن ألفا هو عنصر وحيد لهذا الدالة أو حل وحيد لهذه المعادلة. ملاحظة مبرهنة القيم المتوسطة تبقى صحيحة بالنسبة لكل المجالات من R. كانت المجالات مفتوحة أو مغلوقة أو مفتوحة من جهة ومغلوقة من جهة وهي محدودة أو المجالات كذلك الغير محدودة. لدينا تمرين ثاني F دالة معرفة على المجال ناقص 1 زائد ما لا نهاية ب F لX تساوي 2 على X زائد 1. أثبت أن المعادلة أثبت أن المعادلة F لX
تساوي ك تقبل حلا وحيدا xf وحيدا xf على المجال ناقص واحد زائد ما لا نهايه من اجل كل ك عدد حقيقي موجب تماما. الحل F دالة مستمرة على R بالأخص على المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية لأنها دالة ناطقة. ومن أجل كل X من المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية فتحة لX تساوي ناقص 2 على X زائد 1 مربع أي المشتقة سالبة وعليه نستنتج أن F دالة متناقصة تماما على المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية. ايضا فيما سبق كنا نحسب اف لي ا في اف لي بي علما ان الناقص واحد لا ينتمي الى مجموعه التعريف، اذا نعوض بحساب الصوره الى حساب النهايه. حساب النهايه دال اف لما اكس يتناهى ناقص واحد قيمة كبرى، نهاية الدالة F لما X يتناهى إلى ناقص واحد بقيمة كبرى نجد تساوي زائد ما لا نهاية. ونهاية الدالة F لما X يتناهى إلى الزائد ما لا نهاية تساوي صفر، يعني أن ك هو من أجل كل ك عدد حقيقي موجب راه محصور بين نهاية الدالة F لما X يتناهى زائد ما لا نهاية ونهاية الدالة F لما X يتناهى إلى ناقص واحد قيم كبرى. حسب مبرهنة القيم المتوسطة تعلن على وجود xf من المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية حيث f لxf يساوي ك، وعلما أن الدالة f هي دالة متناقصة تماما على هذا المجال فإن xf هو عنصر وحيد لهذا الحل. وانتهينا من جزء المبرهنة القيم المتوسطة.